احترام خوتي، اما انا واقف مع اختي وما بغيتش نزيد على حقها، وهذا كان طالب ان تكون شي مساعده ماديه وقضائيه ويقفوا معنا الناس ولجان وجمعيات حقوقيه كتدافع على المراه وكتدافع على الشباب والشابات. لهذا انا الهم ديالي هو تاخذ الحق ديالها. نقدر نقول لك الاخت ديالي بحالها تعرضت لعمليه النصب والاستغلال بداي بوجه نقدروا عليه انه وجه ادمي خفاه باش يقوم بالاغراض ديالو اللي هو واش هو كي موالف بها ولا ما عرفتش شنو نقولوا. الدريه قام بالاستغلال ديالها لانه الدلع ديالها وراه واحد الفيديو عند الجندارم لا يوصف. الدريه راه شي 30 متر وهي غادا كتكركب هذه. انا كان جاو شي ناس هنا قال الشيخ كان جا هنايا هو اللي قال لشي ناس وناس عيطوا لي انا كنت غادي جامع الوثائق ديالي باش ندفع حيت انا كنقرا ومازال باقي كتابع المستقبل ديالي. وكنت تنجري عليه فهاداك النهار جمعت الوثائق ديالي وقالوا لي اجي. وكنت كانوا عندي شي فلوس هادوك ما باش قضيت بيهم باش تكلفت باش جبتها باش ديتها. بقيت كنجري بها بالسبيطار هات دوزنا يومين في السبيطار بتنا فيه معاملة كانت شوية اللي ناقصة. قدرنا علاش حنا خممنا فيها قلنا نجيبوها للدار بلا الجرجير ديال تما. ويا هذا حنا كنطالبوا بان شي محسنين ولا شي ناس انهم يساعدوا يقوموا ب... إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma